اصحاب الاعمال الصغيره النون بروفيت اورجانيزيشنز، تعالوا هنا وتجمعوا. الاس بي اي عامل كميه لونز او قروض كتيره جدا الفتره اللي جايه، يعني مبالغ كبيره قوي، والريليف بتاعها ممتد لغايه سنه كامله او سنتين. تعالوا بقى في الفيديو ده اقول لكم على اخر لون مطلعه الاس بي اي علشان يساعد اعمال اصحاب الاعمال الصغيره والنون بروفيت اورجانيزيشنز. معكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. قالوا ان في تقريبا 3.7 مليون اصحاب اعمال صغيره معينين 20 مليون شخص يشتغل عندهم، وبالتالي هم عايزين يدوا للناس دي فلوس عشان يفضلوا الشغل شغال ويقدروا انهم يوظفوا ناس اكتر. فكانت الاس بي اي وطلعوا كارد اسمه ايدل بروجرام، ايدل اللي هو احنا كنا عارفين عنه قبل كده، بس ده بقى ايه لون جديد. اللون ده ضاعف الفلوس اللي كانت بتحصل في القروض اللي قبل كده 3 مرات، يعني 3 أضعاف المبلغ اللي كنت ممكن تستلفه موجود دلوقتي قدامك، علشان يعني جاهز لأصحاب الأعمال الصغيرة والنون بروفيت أورجانيزيشن. من 6 إبريل اللي فات فتحوا الباب لأصحاب الأعمال الصغيرة والنون بروفيت إنهم ياخدوا ريليف من دفع اللون بتاعهم لمدة 24 شهر، سنتين كاملين. ده بدأ إبريل اللي فات، فالباب مفتوح لو أنت عايز تاخد ريليف لمدة سنتين، ده يسهل لك الأمور شوية ويشيل من عليك الضغوط بتاعت دفع الأقساط بتاعت اللون. اللون دلوقتي ممكن يصل إلى $500,000، يعني ممكن تاخد قرض $500,000 وممكن الريليف يصل إلى سنتين. أنتوا فاكرين ايدل بروجرام اللي كان قبل كده كان الماكسيمم أماونت اللي ممكن تاخده 150,000، وكان الريليف لمدة 6 شهور، ينتظروا عليك 6 شهور. دلوقتي المبلغ عالي بقى $500,000، 500,000، وممكن تقعد 24 شهر في حالة ريليف على بال ما ايه تقف على رجليك. حلو الكلام؟ ولكن لازم تعرف ان اللون ده ما هوش فورجيفبل، مش زي اللونز اللي فاتت، يعني لازم تدفعها، بس الريت بتاعك هيبقى فيكست، الريت بتاعك هيبقى فيكست على 30 سنة البيمنت بتاعك. فدي لازم تبقى عارفه، لان احنا كان في قبل كده الايدل ادفانس اللي فاكرين $10,000 كنت ممكن تقدم عليها وده مش هترجعهم، وكمان البي بي بي او البي تشيك بروتكشن بلان اللي كنت بتاخدها علشان تدفع للمرتبات بتاع الموظفين بتوعك، ده كان فورجيفبل، ان انت مش يعني في سماح في الفلوس دي بتاخدها وما ترجعهاش. لكن المبلغ ده الايدل ده البروجرام ده لازم ترجع الفلوس دي. طب الفلوس دي هتتصرف في ايه؟ الفلوس دي فاتحينها لاي حاجه خاصه بالورك اكسبنسز، فالرنت بتاعك، الهيلث بلانز اللي بتعملها الموظفين بتوعك، اليوتيليتيز، لو عندك فيكسد داتس مثلا ديون عليك ممكن تاخد اللون ده وتسدد بيها الديون الثانيه وتسدد بيها اليوتيليتيز والكلام ده كله، فهي مفتوحه اكتر. انتوا فاكرين اللونز اللي قبل كده كانت محدده تصرفهم في ايه وازاي، لكن اللون ده مفتوح تعمل اللي انت عايزه طالما ان انت هترجع الفلوس، يعني منطقي. طب الباب مفتوح لغايه اخر السنه، يعني هذا اللون موجود لغاية آخر سنة 2021، ولكن طبعا أنا أنصح لو أنت عايز اللون قدم بسرعة، لأنه هو بيحطين فند، فلو الفلوس خلصت من الفند يعني خلاص، فكل ما تقدم أسرع وتبتدي بدري كل ما يكون فرصتك أن أنت تاخد الفلوس اللي أنت عايزها أكتر. لغاية دلوقتي إحنا عارفين أن الأيدل بروجرام ده أو الأس بي إيه طلعوا قروض تقريبا 3.75 مليون قرض. القروض دي كلها قيمتها مجمعة كده $200 بليون، 80% من القروض اللي طلعت دي كانوا بيطلبوا أقل من 100,000، فيعني لو أنت تحسب الفلوس دي تلاقي عدد رهيب يعني، يعني الفلوس موجوده وكده. طيب دي بالنسبه للقرض الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو ده. طب القروض القديمه بقى، الاس بي اي قالوا حاجه لطيفه جدا، قالوا ان انت بناء على القرض القديم اللي انت خدته ده ممكن تزود عليه، بيسموها topping up loans، يعني قروض زياده كده. فانت تروح لقرض قديم كنت خدته وممكن تطلب من الاس بي اي انهم يزودوا على الكارد ده فلوس بالشروط بتاعه الكارد القديم، ولكن في شرطين للتوبينج اب ده. واحد منهم ان لازم الكارد يكون اتاخد قبل 6 ابريل 2021، والحاجه الثانيه انه لازم يكون تحت الماكسيمم اماونت، يعني هم عاملين لكل نوع من القروض ماكسيمم ليميت، فانت لو في عندك لسه روم للماكسيمم ليميت ممكن تاخد، لكن طبعا لو وصلت لغايه الماكسيمم ليميت مش هيدوك فلوس، طبعا منطقي جدا يعني. فالحقيقه الاس بي اي دلوقتي بيحاول يساعد اصحاب الاعمال الصغيره، فدي فرصه حلوه ان انت تنتهزها لو عايز تقدم على اللون الجديد او عايز توب اب اللونز القديمه اللي خدتها، فعندك الفرصه ان انت تعمل كده. كلم مكتب الاس بي اي اللي في الاريا بتاعتك هو
اللوكل يعني، واعرف منهم التفاصيل. اعتقد الامور دلوقتي بقت احسن، بيردوا على التليفونات افضل، البيبان بقت مفتوحه اكتر يعني. كان فتره قبل كده كانت صعب جدا الوصول ليهم، النهارده احسن حالا من قبل كده. فقبل ما تمشي اعمل سبسكريبشن للقناه واشوفك في الفيديو اللي جاي. معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.